الأصل في العبادة النقل، والأصل في المعاملات العقل. من المهم جدا في سياق الحديث عن مفهومي الحلال والحرام التفكيك بين حقلي العبادة والمعاملات. فالمرجع والحكم في العبادات هو النقل من نص أو تواتر عملي، ولا مجال للعقل في تحديد عدد الصلوات أو شهر الصيام أو مكان الحج. وأما المعاملات فالأصل فيها هي سلطة المصلحة والعقل، وهو تفريق منطقي، إذ أن العبادة غرضها الروح وأسسها غيبية لا يدركها العقل، وقد يدرك جزءا منها دون إدراك كل مغازيها ومقاصدها، والنص من يكشف عن ذلك ويحجبه بعيدا عن أي بعد منطقي أو عقلاني. وأما أحكام المعاملات فليست بقضايا غيبية ولا روحية، إنما أساسها العقل والصالح العام أو الخاص، فكل ما كان منها منسجما مع المصلحة العامة للمجتمع العقلاني فهو حلال، وما كان منها مصادما للمصلحة العامة ومضرا بها فهو الحرام، بغض النظر عن النصوص الجزئية التي وردت في هذه الأبواب لارتباطها بسياقها التاريخي والثقافي ومناطها المختلف في اختلاف الأزمان والأماكن. فارتباطها إنما هو بالقيم المنشئة لها، وبالتالي ليست أحكاما لازمة لكل المجتمعات ولكل الفترات الزمنية. وخلاصة الموضوع أن العبادات مبناها على التوقيف، ولا بد فيها من النص والنقل. أما المعاملات فهي مجال الإبداع البشري واستخدام العقل لما فيه تحقيق المصلحة مع مراعاة القيم العامة التي جاءت بها الشريعة، وتغير هذه المصالح بتغير الأزمان مع استحضار كل النصوص القرآنية التي تحث على النظر والتفكر والتعقل، كقوله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.